قوة الإضاءة يعني نقصنا منها شوي، يعني ما نقدرش نقول لك إن هذه القيمة أو هذا الإعداد هو الصحيح، ولكن أنت يعني كيف تعدل، كيف تجرب هذه الأوامر، كم القيمة التي تقللها، يجب أن يعتمد على التجربة، يعني تجرب على الألوان الخاصة بك. فنلاحظ أن يعني أصبح في لون سماوي خفيف في تأثير الشمس، يعني كلون السماء يعني بهذا الشكل. هنا مثلا لو أردنا أن نعدل على قوة الإضاءة للمشهد، ولكن في هذه المرة لن نعدل من قوة الشمس، نعدل من الكاميرا. الكاميرا فيها ثلاث أربع أشياء مهمة. هذه الثلاث أوامر نستخدمها نحن، نستخدمها لتعديل الإضاءة من حيث القوة. لو زدنا قيمة الايزو اكبر من 100 يعني اكثر، فتزيد معي الإضاءة. لو انقصنا الاف نمبر مثلا جعلناه 7 حتزيد معي الإضاءة. لو انقصنا هذه القيمة الى 200 حتزيد معي الإضاءة. لو عملت رندر وكان المشهد مظلم، ومثلا هذه القيم للإضاءة وكانت وضعتها بهذا الشكل، يعني لو مثلا نفترض أن وضعنا 0.2 وهنا الـ environment 0.2 مثلا بهذا الشكل، نجعل هذه كما كانت، هنا الريندر بعد أن عدلنا على الشمس أصبح عندي 1:52. وهذا يعني أن حتى تأثير الإضاءة وقراءات ومعلومات الإضاءة التي نعطيها للمشهد تساهم في سرعة الريندر وسرعة الحسابات. يعني بهذا الشكل لو شفنا لما ضعفنا قوة إضاءة الشمس، يعني أصبحت عندي نتيجة بهذا الشكل. بعد انتهاء الرندر نلاحظ أن الرندر أصبح أقل، يعني فهنا لو تركنا كل شيء كما هو في الشمس والـ environment اللي هي السماء، وأتينا إلى هذا الخيار وجعلناه 130 مثلا، طبعا نبدأ نجرب أنا إلى ما نصل إلى المستوى المطلوب يعني من الإضاءة. فلا يوجد قيم ثابتة، يعني أنا في بعض الأوقات أنزل شغل فيسألني كم ما هي إعدادات الإضاءة، فهذا شيء يعني اللي يعطيك إعدادات الإضاءة مش حتنسق مع مشروعك حسب التفاصيل اللي فيه وحسب القوة اللي عندك. فأنا ألاحظ أن الإضاءة زادت، مثلا لو نرفع من قيمة ننقص الشتر سبيد مثلا إلى 200 بهذا الشكل. فالإضاءة حتزيد معي بهذا الشكل. فنبدأ نتحكم في الإضاءة من هذه الأوامر. طبعا أنا لا أتحدث عن الهيدرا، فهذا موضوع بروحه وشرحت عنه في درس آخر يعني. فهنا في شيء مشابه للموضوع الذي حكينا عنه في لون الصن اللي هو الأزرق، يعني لو جعلنا بهذا اللون وتأثيره. هنا يوجد نفس الموضوع في الكاميرا ولكن بطريقة عكسية، يعني لو ضغطت هنا، لو عملت رندر ووجدت أن المشهد غالب عليه اللون الأحمر أو اللون الأزرق نتيجة لتأثير الهيدرا أو المشهد بشكل عام أو الشمس، يعني مثلا خلينا ندير تجربة بسيطة. لو جعلنا الصن باللون، الشمس باللون الأصفر وجعلناه 0.8، 308 مية، وهنا الباك جراوند نفس القوة، وعملنا ريندر.
سنلاحظ أن المشهد غلب عليه اللون الأصفر، يعني بتأثيره على الخامات. يعني لو نلاحظ هنا هذا اللون أصبح يعني أصفر. فلو أردت سحب، فالشيء الذي نحكي يعني الموجود في الكاميرا، وقلت أن عكس الإضاءة، طبعا لما وضعت في الشمس اللون الأصفر فأثر معي في المشهد، في أي شيء موجه عليه الشمس فأعطتني اللون الأصفر. فهنا بالعكس، لو أردت أن المشهد فيه لون أصفر وأردت أن أسحب هذا الأصفر أو أن أنقص منه أو أنقص نقص من قيمته عفوا، فمثلا لو اخترت هذا اللون وموافق وجيت عملت رندر، سنلاحظ ماذا يحدث. يسحب لي اللون الأصفر من المشهد بهذا الشكل. فهذه القيم يجب أن تتحكم فيها، يعني تلاحظ المشهد أي لون غالب عليه وتعدل، تحاول أن تنسق بين الشمس وقوتها وإعدادات الكاميرا يعني مع الخامات. بهذا الشكل. وطبعا هنا لازم يكون عندك أنت ملاحظات خاصة بك، أنك ما المشهد ماذا يحتاج، ما ليكون واقعي ماذا أفعل. يعني أعتقد أن هذا ما يخص موضوع تأثير الشمس. ولو أردنا أن نضع خلفية في المشهد، يفضل طبعا أن نضع خلفية هيدرا مثلا، ننزلها من ال نزلها من النت، يوجد أكثر من موقع مثلا. نختار نختار هذا الملف ونقوم بعمل رندر. فنلاحظ أن المشهد تغير معي وأصبح بهذا الشكل. طبعا أنا في إعدادات الكاميرا سحبت اللون الأصفر، ولكن لا يزال عندي تأثير. فمثلا لو نرجع هذه الإعدادات إلى الأصلية ونذهب إلى الشمس ونغيرها إلى اللون، مثلا هذا اللون، ونقوم بعمل ريندر. المشكلة التي واجهتني الآن ريندر هو بسبب أني وضعت ملف الهيدرا بشكل خاطئ، يعني وضعت ملف الهيدرا ليس environment، ليس ملف إضاءة. فنأتي إلى هذا الخيار ونغيره إلى environment، والآن نلاحظ بهذا الشكل ظهرت عندي السماء. وتأثير إضاءتها مع الفيري صن. لو مثلا وضعنا هذه القيمة 3، بهذا الشكل، فنحصل على يعني هذا أنسب مشهد. أعتقد أن اقتربنا يعني من الواقعية. مع يعني تنسيق الإضاءة، يعني لو نلاحظ أن مشكلتنا، يعني لو تجي تشوف مشكلتك أنت في هذا المشهد، فهي شيئين. يعني الأول أن نغير لون تأثير الشمس على المشهد، ونقلل من قوة تأثيرها على الخامات، ونضبط شدة الإضاءة مثلا من الكاميرا، أو إذا كان عندي لون أريد أن أسحبه ليكون مؤثر لي بشكل سلبي في المشهد، نسحبه من إعدادات الكاميرا. هذه أكثر شيء نستخدمه فيه.
ونضع خلفية مثلا هيدرا لو أردنا أن نستخدمها، بنغلق الفيري صن مثلا، نغلق الشمس ونستخدم إضاءة الهيدرا نفسها. بهذا الشكل يعني، ولكن طبعا في الغالب يكون هناك مشاكل في الظل، لذلك نستعين بتنسيق إضاءة الشمس مع الهيدرا ليكون المشهد واقعي أكثر. وطبعا نتحكم في شدة الإضاءة كما ذكرنا، إما من القيمة أو من إعدادات الكاميرا. بهذا الشكل رفعنا الإضاءة. فهذا هو الموضوع باختصار، يعني يعتمد على التجربة، على تنسيقك لمشروعك، وأتمنى نكون أفدتكم يعني بما وصلت إليه. وبإذن الله الدرس القادم سنتكلم عن الإعدادات، ما هي المشاكل في المشهد، وما هو الإعداد المسؤول عن هذه المشكلة وحلها، وسنبدأ نجرب ونعرف كيف نستفيد منها في أقل وقت للرندر. والسلام عليكم.